على شو عم تحكي؟ أني وحدة بعيال هذا كلهم يغني على ليلى. على الأقل بهديك المرحلة كان في دولتين لسه معتقدين إنه ممكن يتوحدوا وتوحدوا وعملوها. تخيل يعني هلا انت هلا تخيل هلا صار المنطقتين ما عاد بيقدروا يتوحدوا. يعني مناطق هون هون بلبنان تحديدا مثلا عم يدعوا للتقسيم وللفدراليه. فهديك تخيل بهداك الزمان بالخمسينات كان لسه في دول عم تحلم انه تتوحد. تخيل الحلم بعدنا عم نحلم قد راح انتهى الحلم بطل حلم انتهى حتى. انتهى هذا الحكي انا حكيته بمسلسل اسمه تعب المشوار لفادي خوشقجي بيقول له نحن أجيال كل مالنا أحلامنا عم تصغر. تخيل الجيل الخمسينات شو كان يحلم. هذا الجيل جيل الأربعينات والخمسينات بالوحدة بالوحدة العربية وبالمجد وبالكذا. الجيل هلأ عم بيحلم يا دوب عم يحلم يدبر لقمة عيشه تبع بكرة.